سترة عسكرية مدرعة تنقذ حياة هذا الجندي الأوكراني المحظوظ. يظهر هؤلاء الجنود وهم يختبئون في خندقهم ويحتفلون لأن واحدا من زملائهم قد حصل على فرصة جديدة للحياة. هذه القطعة المعدنية التي تظهر أمامنا هي عبارة عن قذيفة من عيار 30 مليمترا مخصصة لإلحاق الضرر بالمركبات خفيفة الدريع والمروحيات والطائرات. ومن الواضح أن هؤلاء الجنود كانوا يمزحون لأنه في حال حدث ذلك حقيقة وتم إصابتهم بمثل هذا النوع من الذخيرة، فمن المؤكد أن تكون هنالك فرصة حياة جديدة. لمشاهدة المزيد من الفيديوهات الشيقة اذهب إلى أول تعليق مثبت.